السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتعرفوا اليوم اليوم الثاني في شهر شعبان المبارك. نتمنى ان شاء الله تدوزوه مزيان، شهر العبادات طبعا والتقرب من الله. غادي معكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي صراحه خطيره جدا. بزاف ديال السيدات او ربات البيوت كيبغيو يعملوها وكتجيهم صعيبه. انا اليوم غنعطيكم ان شاء الله واحد السر، واحد السر غادي يخلي معكم السمد الحر ولا السمد الحار، غادي يوجد معكم بسرعه جميع المراحل وكيجي بنين بزاف. اللي قيسون عندكم غيقول لكم عطيني الوصفه ان شاء الله. غادي نوجد معكم كيف ما قلت لكم انا السمد الحار، ف غادي يدوز لي ان شاء الله اكثر من عام. فشوفوا معايا ما شاء الله واحد الكميه اللي وفيره. ودابا هذا يلا عملته اليوم غادي يوجد لي تقريبا سيمانه ونص غيكون وجد لي. يعني حنايا مش حمات عطلنا عليه بلا ما نحرق لكم مفاجاه، غادي تشوفوا ان شاء الله لا فيديو. ما تنساونيش طبعا باللايكات ديالكم ونزلوا دابا في التعليقات وصليوا على الحبيب مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وغادي نخليكم ان شاء الله مع لا فيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير عندنا مقادير بسيطه، ما تستغربوش عندنا الوانطيصه هي في يدي باش ليها باش غادي نخدم الزبده. عندي مقادير، عندي هنايا كل زبده فيها نشوفوا شحال فيها على ما اظن 200 غرام 250 غرام، يعني 250 غرام هنايا نص كيلو الا 250 غرام، يعني هنايا 750 غرام بالكامل. بغيتو تعملوا كيلو بغيتو تعملوا جاروة غير ربع، ولكن انا غادي نعمل هذه الكميه ديال 700 غرام. بالنسبه للزبده ضروري تكون زبده حيوانيه، ما تكونش زبده نباتيه. بالنسبه للناس اللي عايشين هنايا فكاين هذه الزبده، غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوها باش تشوفوا الاسم ديالها. فكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الزبده، سميتها كارغاردين كاكادين ولا معرفتش المهم ارلا. كتكون طبعا فغيفة، كتكون هذه هي الماركه صراحه اللي انا جربت مزيانه عجبتني. ضروري ما تكون كيف ما قلت لكم الزبده حيوانيه مليون في المية، ما تكونش نباتيه سينو ما غتنجحش معكم. ويكون مثلا هنايا فيها 82 غرام ديال الدهن، ضروري ما يكون الدهن فيها طالع كيف ما كتشوفوا هنايا 82 ديال الدهنيات و 250 غرام صافي. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا ماشي ضروري نفس الماركه، ماشي ضروري كيف ما قلت لكم، وانما تكون زبده حيوانيه وفيها واحد الكميه ديال الدهن كتكون عاليه. صافي كيف ما قلت لكم عندي الزبده كتبقى على حسب الكميه المتطلبه اللي غتبغيوها. انا دابا غادي نحضر ان شاء الله لشهر رمضان. عندي الملحه وعندي واحد الحاجه اخرى اللي وجدتها البارح ضروري توجدوها قبل. كاين من الناس اللي كيعملوه كيحضروه فقط بالملحه وزعفران والملح الحيه، انا ما عنديش الملح الحيه لذلك غادي نستعمل الملح العادي ديال الطعام. وعندي هنايا في هذه الطنجره وجدت البارح، غادي نقول لكم ان شاء الله شني فيه. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا ماء طيب، تغليت الماء غليته جيدا وعملت فيه كيف ما كتشوفوا هذا مغلي ديال الزعتر. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذا المغلي ديال الزعتر ضروري يبرد. انا وجدته البارح وخليته يطلق مزيان شحال ما طلق كيولي مزيان. طبعا نتوما هاد المرحله تقدروا تستغناو عليها ولا تقدروا تعملوها كيف ما بغيتوا. انا متوفر عندي الزعتر البلدي وعملته، ضروري ما يكون بارد، ما تعملوش الماء يكون سخون. صافي عندي هنايا البول الزبده. نسيت واحد الحاجه ما قلت لكمش، ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ، سينو الا جبتوها من الثلاجه ما تقدروش تخدموا بها كتكون قاسحه بزاف. صافي غادي نحاول نحيد هذه الكميه اللي عندي لاصقه هنايا، ما نضيعوا حتى حاجه، حتى غرام ديال الزبده. صافي المهم صراحه كتجي بنينه وناشحه بالنسبه اللي كيبغي يحضر السمن الحر، ماشي السمن يعني العادي وانما السمن الحار اللي كنعملوه في الحريره وكنستعملوه بزاف ديال الاكلات والوصفات المغربيه. صافي كيف ما قلت لكم عندي 700 غرام اولا 750 غرام ديال الزبده هذا الشكل. ها هو غادي نجيب واحد سباتولا وغادي نحاول نكرط هذا الشيء اللي عندي هنايا. ها هي الكميه اللي استخرجت.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا عندي هذه هي الزبده، غادي ندوز غادي نعمر الماء بارد. الماء بارد بارد بارد، ما نقول لكم الماء بارد ضروري يكون بارد. الا كانت عندكم الحراره في الاحسن من الاحسن عملوا الماء ديال الثلاجه يكون ماء بارد، يعني من الثلاجه. انا حنا عندنا الماء بارد هنا يعني خلق حيت المانيا فيها البروده. غادي نحاول نعمر هنا الماء. كما كتشوفوا معايا دابا هاد العمليه هي اللي غادي نعملو. شنو غادي نعملو؟ غادي نحاولوا نغسلوا الزبده ديالنا من الحليب. بالنسبه للزبده ديال البقر اللي كتكون زبده اصليه، الا كنتوا غادي تعملوا الزبده اصليه ديريكت ديال البقر ماشي هذه هي، هذيك يعني كتكون عليها تعديلات، يعني كنهضر على هذيك اللي كتمشيو للملبانه كيعطيوكم يعني ديك الزبده اللي كتتباع بالكيلو يعني السمن بلديه. هذه كتكون عامره باللبن ولا كتكون عامره بالحليب ضروري ما كنغسلوها بالماء. وهنايا حنا غادي نشوفوا ان شاء الله هاد الزبده ها هي واش غيخرج منها شي حليب واش غيخرج منها شي لبن. ضروري نغسلوها مزيان مزيان لانه اذا بقات فيها قطيره ديال الحليب ولا كميه قليله ديال الحليب السمن ديالنا دغيا كيحمط ويعني كيخسر يعني كيخسر معاه. نعمل هنايا الماء وغادي نشوف واش غادي يتغير. بسم الله. حنايا المهمة ديالنا غادي نشوفو واش غادي يخرج منا شي لون أولا شي حليب. بسم الله. غادي نعجنا، إذا لقيتو الحليب كيخرج منا فضروري تغسلوها غسلة جوج غسلات ثلاثة ديال الغسلات حتى كتصفى معاكم. شوفو فاذا لاحظتوا معايا ما شاء الله الزبده المصافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا الزبده ها هي كتكون ديجا مستقطره ومصفيه يعني كتكون مصفيه. ولكن نتوما باش تاكدوا بانه الزبده ديالكم ما فيهاش الحليب او اللبن ضروري ما تمروا من هذه المرحله. لقيتوا فيها يعني كيخرج ديك الماء كيخرج فيه البيوضه بحال الحليب او بحال اللبن غسلوها مره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى كيصفى معكم كيولي معكم من المصافي عاد باش كندوزو ان شاء الله المرحله الثانيه. دابا غادي نحاول ما امكن غادي نكب هذا الماء وغادي نستقطر من الماء غادي نعجنه باش خرج منها الماء اللي دخلت فيها لاني دخلت فيها واحد الكميه ديال الماء وغنرجع معاكم. نحاول ما امكن بحال اللي غادي نعصر الزبده ديالي ما خصوش يبقى فيها الماء ضروري ما نعصروها. ها نتوما خرج منها الماء واحد القليل من الماء غادي نهرقو ورجع معاكم. نعمل فيها واحد الكميه ديال الملح ما تخلعوش. غادي نعمل انا هنايا واحد الحفينه ديال الملح. انا عندي هنا كيف ما قلت لكم 750 غرام ديال الزبده هيدا، وغادي نعمل واحد الحفينه هانتوما حفينه ديال الملح، حفينه تكون كبيره بالنسبه لهاد الكميه اللي استعملت انا. دابا غادي نشبر وغادي نعجن الزبده ديالي غادي ندخل فيها هاد الكميه ديال الملح اللي عملتها. منا كنعجنو كندخلو الملحه كندخلو الملحه للزبده منا كنخرجو ديك الماء اللي دخلنا فيها. ها نتوما انا كنعجن فيها والماء يعني ديك الملح الملح كيساعدني كيخرج لها ديك الماء اللي فيها المتبقي. غادي نكبو صافي. كل ما خرجت كل ما عجنتو فيها وانتما كتعجنو كتخرج معكم كتخرج معكم الماء ف كتصفيوها. فضروري في هذه المرحله ها هي كنعجنوها مزيان باش ندخلوا فيها الملح باش الزبده ديالنا كامله تكون مملحه. غادي نجيب غادي نحاول غادي نصفي هذا الماء ها هو غادي نشوف. بسم الله. غادي كيف ما كتشوفوا معايا نحاول غادي نجيب هذا الماء ها هو وغادي ما ضروري يكون بارد كيف ما كتشوفوا. غادي نعجنه شويه في هذا الماء ديال الزعتر
غادي نعجن وتقريبا واحد دقيقه ولا جوج ديال الدقائق. في شنو غادي نعمل؟ غادي نحاول غادي نعمل فيها ثقب، ما غادي نجمعهاش، شوفوا معايا، غادي نخليها هيدا مرونه بالعاني باش باش ديك الماء يدخل فيها. هانتوما شوفوا معايا، نحاول بحال اللي غادي نفتتها اولا غادي نعمل فيها ثقوب هيدا عشوائيه باش ديك الماء يدخل يتغلغل فيها. نحاول نغطيها، نزيد لها واحد الكميه ديال الماء ديال الزعتر باش تغطى لي كامله هكذا. هانتوما صافي، غادي نغطيها ان شاء الله بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه لمده تقريبا يوم كامل اولا ليله كامله على حسب نتوما فوقاش عملتوها. انا غادي نخليها ان شاء الله تقريبا 3 ديال السوايع بحكم انه ضيق الوقت، 3 ديال السوايع كافيين. غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغندخلها ان شاء الله للثلاجه، وبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخرج منها السمن الحار. فتقريبا بعد مرور 5 ديال السوايع بالضبط لبست عاود الليقه ديالي باش نعجن بالليقه. هاد المحلول ديال الزعتر والزبده اللي دخلنا فيها حفنه او حفينه كبيره ديال الملاح، ما تخافوش منها، خليتها انا غير 5 سوايع، من الاحسن تخليوها نهار كامل بايته فيه، ولا عملتوها بالليل هاد العمليه كتخليوها ليله كامله بايته فيها. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا طيبت الروز، راس كيجي صراحه بنين بزاف ان شاء الله عما قريب. الى عجبتكم اولا الى كنتو انتريسي كتبوا لي في التعليق وغادي نقول لكم ان شاء الله الطريقه ديال تحضير الروز ديالي. صافي غادي نحيد شويه على السخانه لانه هنايا هاد البلاصه ولات عندي سخونه. غادي نشبر هذا الشكل هو، وغادي نصفي هذا الزعتر، غادي نحاول نصفيه في لابابو. هانتوما والشكل ديالها حتى اللون ديالها تغير، شوفوا معايا. غادي نحاول ما امكن غادي نعصره مزيان باش يخرج منا ديك الماء. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيخرج منا الماء بكثره لانه تشرباتو. صافي غنبقى نعصر فيها هيدا، غادي نحاول نستعمل حتى اليد الاخرى باش نعصره. كان عليا بجوج ديال الليقات كيف ما كتشوفوا شحال ما عصرتوها مزيان كيخرج منا الماء. نحاول نحطها هنايا وغادي نصفي هاد البول. فصافي كيف ما قلت لكم بالنسبه للعمليه ديال تحضير السمن الحار كتوقع حتى هاد المرحله. صافي كتعملوها في قريعه ديال الدجاج وكتحتفظوا بهم تقريبا شهر ونص حتى شهرين. صافي هذه هي يعني الطريقه ديال التحضير، ولكن بحكم انه كاين البعض مثلا اللي ما كيكونش عندهم السمن الحر في الدار كيبغيو يعني كيبغيو ياكلوه دغيا ولا يوجد معهم دغيا، فانا غادي نقول لكم ان شاء الله واحد السر خطير جدا قليل اللي كتعرفوه باش حنايا نسهلوا العمليه ديال التخمار ديالو يولي لنا دغيا حار عوض ما ننتظروا عليه شهر ونص حتى لشهرين بحكم دابا رمضان باقي له شهر على ما عاد. اليوم اليوم الثاني في شهر شعبان. اذا شنو غادي نعمل؟ غادي نجيب السمن الحر اللي كيكون قاطع، يعني كيف ما كتشوفوا معايا هذه راه ماشي زبده، هذه غير قريعه كنت وجدت قريعه ديال الزبده، يعني بواطه ديال الزبده عملته فيه. صراحه ها انتم كيف ما كتشوفوا اللون ديالو ما شاء الله، حتى انا هذا كنت حضرته بيدي. فغادي نجيب باش هذه فقط باش نسرعوا، ما قلت لكم هذه فقط باش نسرعوا العمليه ديال التخمار اولا العاليه دي باش الزبده ديالنا اولا السمن ديالنا يحرر معنا ولا يولي حر، يعني يولي حار دغيا. غادي نشبر كيف ما كتشوفوا معلقه هيدا معلقه كبيره هانتوما. فشحال ما طال سبحان الله شحال ما طالت المده ديالو على برا ماشي في الثلاجه، سمعوني مزيان، كتحتفظوا به برا ماشي في الثلاجه لانه الا لعبتوا في الثلاجه ما غيوليش معكم حار. اذا هاد العمليه ديال شهر ونص حتى لشهرين كتكون خارج الثلاجه، يعني الا عملتوه في الثلاجه مباشره غادي يبقى زبده مالحه، ما غادي يوقع له حتى شي حاجه، ما غيحرفش معاكم. اذا نتوما سبحان الله شحال ما خليتوه برا شهر ونص مده شهرين، نتوما كتبقاو تشموه كتذوقوه بمعلقه وكتشوفوا واش هذيك هي النسبه ديال الحروره، يعني المركز ديال السمن واش وصل ديك التركيز اللي بغيتوه نتوما، ولا كاين اللي كيبغيه قاطع حار بزاف تقدروا تستناو عليه على برا لمده 3 شهور 4 شهور نص عام، يعني شحال ما زادت المده ديال التخمار ديالو، يعني مده التخمير بحالو بحال
بحالو بحال الكول، حتى الكول يعني ديك العنب، ماء العنب كيخليوه يختمر، يعني مش حما اختمر، كيعطي واحد الجوده عاليه ديال النبيذ. وهذا كذلك نفس الشيء بالنسبه للزبده، يعني للسمن، يعني مش حما طالت، مش حما تعطلتوا عليها، عطيتوها الوقت الراحه الكافيه، فكيولي حار معكم. ولكن حنا غادي نحضروا ان شاء الله، غادي نحضروا السمن العادي الحار لمده اللي كيتعطل شهر ونص، ما بين شهر ونص وشهرين. بالنسبه لي انا قلت لكم غنسرع العمليه ديال التخمار اولادي باش يولي لي دغيا حار، وغادي نضيف عليه هذه المعلقه وغادي نخلطو مزيان. فصافي الحبيبات ديالي، من بعد ما دخلت فيها هذيك المعلقه، وهذا هو السر اللي كيخلي السمن ديالنا كيوجد معنا دغيا تقريبا جوج سيمانات، ثلاثه ديال السيمانات، ما كاملاش شهر، ولكن ضروري ما يتغطى وتحتفظوا به في مكان اللي يكون طبعا ماشي في الثلاجه. كنزيد ناكد لكم ماشي في الثلاجه، حتى كيوجد معكم وكيوصل لديك الدرجه ديال التركيز، ديك الحروره اللي كتبغيوها. بحال دابا انا مثلا هذا هو صافي وصل، يعني ولا لي سمن حار وكنحتفظوا به في الثلاجه، يعني مش حما خليتوه برا كيولي كيزيد احرار. غادي ناخذوا طبعا هاد القرعه تاهما، طبعا اللي معروفين اللي كتكون عندهم هاد القومه، ها هي اولا هاد السيليكون. قرعه كيف ما كانت، ماشي ضروري تتكون هادي، اهم حاجه تكون يابسه، ما يكونش فيها الماء، وتكون معقمه، ديجا معقمه، يعني باش ايضا نتفاداو انه ما تجمعش معنا الميكروب والبكتيريا. صافي، يعني هذه هي مثلا ديال الطماطم المركزه، كتغسلوها مزيان، كتعقموها بما طايب، كتيبسوها وكتحتفظوا بها، وبلا ما تعملوا لها بلاستيك، يعني شي بلاستيك كحله، كتحتفظوا بها في الخزانه من تحت وصافي. مهم انا عندي هاد القريعه تاع هما، غادي نبدا بسم الله على بركه الله، هكذا كما كتشوفوا معايا هيدا، وغادي نعملو طبعا هاد السمن، ها هو ان شاء الله اللي غادي يوجد معنا في غضون واحد المده اللي كتكون مده قصيره، يعني ما كيتعطلش بزاف. صافي، غادي ناخذ واحد البرطمان صغير، واحد القريعه ثاني صغيره هيدا، غادي نسكي باش ما يبقاوش فراغات ديال الهواء، هانتوما صافي. غادي نشد عليهم ان شاء الله، وغادي كيف ما قلت لكم غادي نحتفظ بهم في واحد البلاكار اللي كيكون طبعا الجو ديال المطبخ، حراره المطبخ. طبعا ما تنساوش طبعا اللايكات، ونزلوا دابا في التعليقات، وصليوا على الحبيب مصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.